السلام عليكم الأخوة الكرام، حالينا في بوم سعود نجواج نتموات منزا ليس زيتون باب نسيز نوزات رفعون نخصش المعلومات خمواتا نخط تامان إلا ستيريفون أصغي اتصل أصنش الرقم التليفون أن ذموة ذنبو مسعود معروفة الزيتون أي حاجة أصنش حديث نهارا مي جاي قصحني سهر فهو ذمان بعطاوي السونتا دير بعض ساعاتين ثلاثة بعض ساعاتين تف ذمان ويقصي حشار حرم ومزوارو جمال وجينا من رسمي لابن هذا موز مادي السو روخالا تو يدوزان خزا دمان تو يتسونطا تكذانو يخنش وخاوات جترسين تيو تكد تاقا الشمسية مين جاي يقصحني ضناض على يدوري سر إدلا وني تعجيزن تاكيز انك عما سادي كشا ولكن واللي خصنا دي خدم كاين ما يدار لا وصل خدمث اطوض سبرا خدمث واتكويت شا يروم يرمي زي وغن سر خدمث خدما وظن اوفي رفايا الاخوة الكرام ان نقارب تغد مواد النير هذا سنك إيش فيديو ما يمين سوا قبر باش يوكتاني كسل من تاقات في السنة مواد ميدج أخش تبارك الله يني يتفجي عندا شوف قروم يقيم دا يشط روحة مواد النير أخوة الكرام قا نوضي تيد أنضا عدد نسوا هذا سنك إيش فيديو ثم واحد أقش بني الجام مش كيختبر من الإخوة الكرام بيز الزيتون توت الصغو وريد أمقران يكسرهن بوجدين مش كيختبر إنه ثم واثان من الإخ صالح أي حاجة من مسجد ديس سنسجخ البراج بني بوعيش جيتي مزورن يجي منطقة ما شاء الله الزيتون سبحان الله الزوث توث مروح عجبوها ما توضي نجوك يسشني ولكن ما أحسن بنا ما ذي خدم خصوص بنا مرغة ثم الزيتون ومشانا تبارك الله يموه يعني الزون بكريا تبارك الله حتى ذا سريغوان هذا جد تامان 30 درهم كيلو قمشان وتجرو خسريغوا ساختي تزود طارو وقمشاية عين 7 سنين شوف
الخيرات زي البيع خويا الكرام. شوف شن عدد الزيتون هذا، روحي في النجي يا الاخوان الكرام في ديو يزار خبابي عمر القادمة شي نتبحث خلال الأعشاب التراث المغرب خصوص يعرف ماني ما تجيش نحشت يجا مسموح او نضيط نسوها ان شاء الله انه كنت بدو يجا اخشوين شهر الروح ان شاء الله انطلق ماني ما تجيش نحشت انا نضيط نسعدها والسلام عليكم.